رجعنا لكم مشاهدينا ومكملين معاكم مشوارنا الصباحي. طبعا بفترة كورونا كتير شغلات تغيرت على الشباب، خاصة اللي كانوا عم بيدوروا على فرص للعمل. في منهم شوي أحبطوا لما ما كانوا عم بيلاقوا الفرص اللي هم بدهم إياها، في منهم ضاعوا مش عارفين خططهم كيف يرتبوها، من وين يبلشوا وين يروحوا. معنا الدكتورة ريم الزعبي لحتى تعطينا خطوات لكل الشباب اللي بيحبوا يفتحوا مشاريع خاصة أو طريقتهم بالتقديم للوظيفة المناسبة لإلهم، خاصة بفترة كورونا. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباح النور، يسعد صباحكم، يسعد صباح جميع الشباب الاردنيين. فعليا هذا الموضوع كثير مهم، وبتشكركم انه انتم تطرقتوا، لانه فعليا هذا ماخذ جزء كبير من تفكير الشباب الاردني. يعني يمكن لانه رحله البحث عن العمل هي رحله صعبه نوعا ما، هي مرحله انتقاليه ما بين يعني انهاء سنوات الدراسه والبحث عن فرصه عمل حتى الواحد يعني يوظف قدراته وكفاءته. نتحدث في البدايه دكتوره ريم فيما يتعلق بموضوع جائحه كورونا وما تبعات جائحه كورونا على الباحثين عن فرص العمل. طبعا كلنا لاحظنا تاثير جائحة كورونا على سوق العمل الأردني، صح، وشفنا قديش في عدد كبير من الشركات اللي تم إغلاقها خلال الأزمة، خلال الأشهر الأولى من بداية أزمة كورونا، لأنه الأزمة إجت فجأة وما كان في تخطيط أو إعادة هيكلة للشركات اللي ما تأقلمت مع عملية العمل عن بعد. فجزء كبير من الشركات روحت موظفينها، وجزء من الشركات أعطت إجازات لشهر أو شهرين بدون راتب للموظفين لحين طبعا إيضاح الأمور بالنسبة لهم، وجزء كبير من الشركات أو الجزء الثالث من الشركات اللي كانت الشركات الأقوى اللي كان عندها مقدرة أنه هي تتماشى مع العمل عن بعد وطورت نفسها وأعادت هيكلة موظفينها، حتى عملية اختيار الموظفين والتوظيف كمان تغير أول بأول. بالتأكيد بالتأكيد. طبعا دكتورة، طبيعة الفرص اللي موجودة هلأ واللي مفروض أنه الشباب ينتبهوا عليها أكثر بظل أزمة كورونا. أزمة كورونا هلأ إذا إحنا انتبهنا للشركات الاقتصادية الموجودة بالأردن، رح نلاحظ أنه هي تقسمت لثلاث مجموعات بحسب تقارير منظمات العمل الدولية. ففي عنا شركات كانت أعلى خطورة اللي تضررت وكانت مهددة بالإغلاق، اللي هي قطاع السياحة، صح، والعاملين بقطاع التجارة. والمجموعة الثانية كانت نسبة العمالة فيها كمان احنا بنسميها متوسطي الخطورة، اللي كانوا بيشتغلوا اللي هم العاملين بالنقل، العاملين بالقطاعات المالية والمصرفية، وفي عندنا الأقل خطورة اللي هم القطاع الزراعة، الصحة والتعليم. فإذا بدنا نشوف ايش المهن اللي حاليا عم تنطلب بسوق العمل، رح نلاقي انه شوي بما انه احنا انتقلنا لعملية العمل عن بعد، معناته أنا بدي أبحث عن مطورين برامج، صح، عن مطورين شبكات، محللين بيانات، مندوبين مبيعات، فأنا بدي أتطرق للمهارات أو السكيلز اللي لازم تتوفر عند الباحث عن عمل اللي بتأهله أنه يشتغل عن طريق حتى العمل. حتى الأمهات صارت تلجأ لهاي الطرق حتى تعرف تتعامل مع أولادها على التعليم عن بعد. كتير في كان أمهات لقوا صعوبة أنه هم يفوتوا على الأبليكيشن ينزلوا كيف يقدروا يتعاملوا مع الطالب أو المعلمة. قدي مهم إحنا عن جد نكون ملمين بكل شيء حوالينا، وأهمية أنه إحنا ندخل الشخص بالمهنة، أنه هو يطور من مهنته ويطور حاله مهنيا. إذا التخصصات المهنية بحسب إجابتك دكتورة ريم هي التخصصات المطلوبة في الفترة الحالية؟ بالضبط، التقنية. التقنية، التخصصات التقنية. طيب. هلأ بدي شوي نروح لجانب صاحب العمل، يعني صاحب العمل أو صاحب الشركة أو الموارد البشرية خلينا نحكي، بيواجهوا نوعا ما صعوبة في توظيف الأشخاص اللي بيقدموا لهذا العمل أو لهاي الوظيفة أو لهذا البوزيشن، بيواجهوا بعض الصعوبات والتحديات في اختيار هذا الشخص اللي بيقدر يقوم في هاي المهمة أو يحقق هدف هاي الشركة. نتحدث عن هذه الصعوبات وعن صراحة هذا الجانب. هذا الموضوع كتير مهم، وفعليا أنا بوظيفتي الحالية عم بعاني من مشاكل الكبيرة بموضوع المقابلات الوظيفية. للتنويه، أنت خبيرة التطوير الإداري والوظيفي. أنا مديرة التطوير الإداري والوظيفي بكريم هايبر ماركت. أنا اللي بدي أذكره أنه إحنا في عنا عدم وعي عند أغلب الشباب بأساسيات التحضير للمقابلة الشخصية. فصاحب الشركة لما بده يعرض وظيفة
في الوقت الحالي كل الطلبات تحولت لطلبات إلكترونية، يعني بطل في زي زمان تقديم ورقي، صح. صار كله تقديم إلكتروني. فهذا الإشي بالنقطة الأساسية لازم الشاب يكون عنده إدراك لعملية التقديم عن طريق الإنترنت، كيف يقدم الطلب، كيف يعبي الاستبيان، كيف يكمل معلوماته أو بياناته الشخصية كاملة من سيرته الذاتية، معلوماته، مهاراته، خبراته. فإذا بدنا نيجي نحكي عن أساسيات التحضير للمقابلة الشخصية، أول شيء عم بيجينا مجموعة من الشباب بتقدموا للوظائف ما حمش سيرة ذاتية، بيجي ما في سي في. واللي بيجي معه سي في بتكون السي في غير محدثة وغير كافي، يعني المعلومات الموجودة فيها غير كافية وغير ملمة بالمعلومات اللي أنا كصاحب شركة بدي أعرفها. النقطة الثانية المظهر الخارجي للشاب. قديه مهم يعني المظهر الخارجي؟ قديش مهم؟ جدا طبعاً. مهم. يعني في جزء كبير من الشباب بيجوا لابسين أواعي رياضة، جزء منهم بيجوا بحذاء غير مناسب للمقابلة، مش لبس رسمي بالضبط. يعني بتحسي أنا بهذا الإشي بيظهر لي إنه هذا الشاب مش مهتم بالشركة. حتى الصبايا لما ممكن تجيكي مهتمة زيادة عن اللزوم أو فل ميك اب زيادة عن اللزوم، كمان ممكن يعطي انطباع سيء عند المدير. انطباع سيء بالضبط. فأنا بهمني بالدرجة الأولى إنه يجي الشاب معه سي في محدثة، المظهر الخارجي للشاب، لأنه الانطباع الأولي بيعطي والانطباع الأخير. بالضبط، هو الانطباع الأولي والأخير اللي بيعطي، صح. معرفة. الشغلة الثالثة والأهم عدم مقدرة الشاب على التعريف بنفسه، فما بيكون مقدر قديش أنا كصاحب شركة ببحث عن مهارات، صح. سواء كانت معرفية أو مهارية بمجال تخصصك أو للوظيفة اللي أنت جاي تقدم فيها. وأغلب الشباب لما نسألهم أنت إيش بدك تشتغل بيحكي لك أي إشي. فهذا الشاب أنا كصاحب شركة بكون متأكدة إنه ما رح يستمر عندي أو ما في استقرار وظيفي عنده. شوفي دكتورة، في أشخاص بقول لك أنا إذا قلت أي إشي معناته هم رح يفكروا إنه أنا شخص متعاون، وين ما حطوني أنا بقدر أشتغل. في أشخاص لا، بيكون قدامه الهدف واضح إنه هو بده يشتغل. وما تنسي الظروف اللي إحنا فيها، ظروف كورونا. بالزبط. الشباب بتكون بدها أي فرصة عمل. لما بيقول أي إشي ممكن عن جد يكون هو قاصد أي وظيفة إنه هو يلاقي منها مصدر دخل ثابت بظل هالأزمة. في الوقت الحالي أغلب البرامج الموجودة بسوق العمل الأردني صارت تتبع برامج التدريب المهني المنتهي بالتشغيل، وهاي البرامج فعليا بتحطك بالمكان اللي أنت بدك إياه، صح. وخلال فترة التدريب ممكن أنت تشوفي حالك إنه هاي الفرصة مناسبة إلي، هون حاجتي، هون رغباتي، صح. فممكن أنت تنجحي طبعاً. فعليا تشوفي إنه عندك مهارات، يعني بتقدر يعني ممكن أكتشف مهارات أنا ما كنت عارفة عنها. ممكن بالضبط. طبعا هذا الإشي ما بتحقق إلا إذا لقيتي بيئة عمل ناجحة، إذا لقيتي إدارة تطورك، صح. تطور من مهاراتك. أما ما في حدا يدربك وما في حدا يشتغل عليك، فكيف بدك تعرفي إيش المهارات؟ إذن من التحديات الرئيسية هي الديمومة والاستمرارية، اللي هي صاحب العمل دائما بيكون بيفكر فيها لما بده يعين أي شخص بالزبط. بيبحث عن العمل بالزبط. أو فرصة. وأنا كموارد بشرية لما بدي أطلع على سيفية أي شخص أو أي باحث، وهي نقطة كتير مهمة وأغلب الشباب ما بيعرفوها، إنه بيجوا بدون شهادات خبرة. فلما يحكي لي أنا كنت أشتغل بالمؤسسة الفلانية وأطلب شهادة خبرة، ما بيعطيني لأنه ما عنده. معناته هون نروح معك دكتورة ريم لجانب التدريب. جانب التدريب ينعكس بشكل كتير واضح على الأداء الوظيفي للشخص اللي بيبحث عن فرصة عمل. فمثل ما تفضلتي حكيتي أنه ما بيكون في شهادات خبرة أو شهادات تدريب، يمكن في حدا تخرج من الجامعة أخذ دورتين تدريبيات وبعدين قدم لوظيفة، وهدول يعني الدورات التدريبية ساعدوا بالالتحاق أو الانضمام لفريق شركة أو أي عمل معين. فنحكي عن موضوع التدريب وصقل الشخصية، قديش مهم للشاب بعد ما يتخرج من الجامعة ويخلص مرحلة الدراسية. هلا بأزمة كورونا الشركات التجارية والصناعية حاليا متوجهة لنوعين من الإدارة، إدارة الأفراد، إدارة المعرفة، اللي أنا أشوف قديش في عندي أفراد بيمتلكوا معرفة تستند على مهارة، وبنفس الوقت إدارة المواهب، قديش أنا، وهي من اختصاص الموارد البشرية، إنه قديش أنا في عندي أشخاص بيمتلكوا مواهب وبيمتلكوا مهارات ممكن تطور وتساعدني أنا كشركة إنه أحافظ على استبقاء الموظفين داخل الشركة وما أروحهم. هلأ التدريب إيش الفائدة منه؟ التدريب إنه أنا أطور وأكتشف مهارات وأحدد مواطن القوة والضعف عند الموظف من خلال التدريب العملي. فأنا لما بدي أجي أقيس الفجوة بين النظرية الإشي اللي تعلموه بالجامعة أو بمؤسسات التدريب أو بالمراكز وأجي أقيسه على واقع العمل، ممكن في ناس كتير بقول لك أنا أول مرة بسمع بهاي المعلومات أو هاي أول مرة بتمر علي. فأنا بهمني جدا أنه أنا أسقل شخصية الموظف،
من خلال الأنشطة والتدريبات اللي ممكن تأهل هذا الشخص وتطور من مهاراته وكفاءاته من خلال النشاطات، من خلال الواجبات والمهام والمسؤوليات اللي بتنعطى بالموظف. وكل موظف بيختلف عن الموظف الآخر بطبيعة تحمله صح. للوظيفة. عشان هيك إحنا دائما بنبحث عن مهارات الموظف بتحمل ضغط العمل، العمل بروح الفريق الواحد داخل الشركة، قديش ممكن يوقع بصعوبات أو مشاكل وكيف بده يطلع من هاي المشاكل. ما مش من أول مشكلة بتصير معه جوا الشركة تقول لك أنا بدي أستقيل أو بدي أترك الشغل. فأنا كصاحب شركة طبعا إذا بدي أدرب شخص وبدي أتعب عليه، أنا من يعني من صالحي إنه هذا الشخص يستمر من 6 لسنة أو لسنتين، لأنه أنا بالنهاية تعبت عليه وقاعد بعطيه معلومات وقت من موظفين اللي لهم خبرة أكبر بالشركة. وإحنا كعملاء كمان دكتورة بنلاحظ الفرق بين الموظفين لما بيكون هو قادر على التحمل، قادر إنه يكون يمشي عم بالشغل زي ما إحنا بدنا، ابتسامته مثلا بتكون على وجهه شهد، حتى لما إحنا بدنا يقدم لنا الخدمة بنكون مبسوطين بهاي الخدمة. بينما في أشخاص لا، ممكن تعاملهم يكون صح. شوي تف معاكي صح. حتى ما بدك ترجعي على هذا المكان صح. ولا بدك ترجعي على خدمتهم. فأدي كمان ممكن يأثر شخصية الموظف نفسه كيف بتنعكس بالشغل. هلا احنا بنسمع بمهارات الشغف او قديش مهم انه يكون عند الموظف شغف، لانه انا اذا كان في عندي حب للعمل صح. وكان في عندي روح المبادره وكنت فعليا انا كل يوم الصبح بصحى وبروح على عملي نشيطه لانه انا بحب هذا الشغل، هون انا بنجز طبعاً. وحب العمل ما بيجي بسهوله، يعني اذا انت ما كنت بشركه بتحترم الموظف، بتقدر مهاراته، بتعطيك مجال انه انت تعطي كل ابداعك وتفكر بصوره واسعه او بتعطيك مساحه واسعه، هون انت بتبدع. عكس هيك انت بتكون مضغوط، ما عندك نفس تروح الشغل، ما بدك تشتغل. فالموظف نفسه فعليا هو اللي بيعكس أداؤه على أرض طبعا. الواقع من طبعا. خلال البيئة اللي هو موجود فيها. يعني خلينا نحكي طيب بشكل عملي أكثر عشان المشاهدين اللي عم بيحضرونا يستفيدوا من نصائح اللي عم تقدميها دكتورة ريم فيما يتعلق بالمهارات الأساسية اللي لازم يتحلى فيها الشخص اللي عم يبحث عن فرصة عمل جديدة، ويعني شوي عم تتعركس أموره بهالفترة. أهم شيء الابتسامة. أكيد. فنحكي شوي عن هاي المهارات اللي بتنصحي كل المشاهدين إنهم يتحلوا فيها قبل ما يروحوا يدوروا على أي وظيفة. هلا علميا المهارات 3 أنواع. اول نوع اللي هي المهارات المعرفيه، قديش لازم هذا الشاب يكون في عنده معرفه بمجال ملم. تخصصه او ملم بهاي المعرفه بمجال تخصصه او بالمهنه المتقدم عليها. يعني في كثير من القاده واصحاب الشركات بيشتغلوا بتخصصات غير تخصصاتهم بمجالات غير تخصصاتهم، لانه بيكون خبير في موضوع الاداره اكثر من فمش بالضروره انه انت تشتغلي بتخصصك او بمهنتك. اذا المعرفه رقم المعرفة. واحد. النوع الثاني اللي هي المهارات الوجدانيه والانفعاليه، قديش مهم يكون في عندك مهارات انفعاليه بحب العمل، الولاء، احنا بنسميه الانتماء للشركه اللي ممكن هون نحكي فيها. عن المرونه، يعني المرونه بالضبط، يعني انه الشخص يكون مرن لما مثلا صاحب العمل يقول له مثلا انا ممكن احتاجك بعطلتك، يعني فهو ما يبدي عدم رغبته واستيائه، لا يبدي. ممكن المدير بيكون بده يقيس تحمله صح. او بده يقيس قديش هو ممكن يتحمل. النوع الثالث، اذا النوع الثاني اللي هي المهارات المهاريه المعرفيه والوجدانيه، والنوع الثالث هي المهارات المهنيه اليدويه احنا بنسميها اللي هي التكنيكال تريننج، الشغلات اللي بتصير على ارض الواقع. قديش انا بعكس الجانب المعرفي والانفعالي على الجانب الميداني اللي هو احنا نسميه بالوقت الحالي اون ذا جوب تريننج، انه انا اطور من المعرفه والوجدان الموجود عندي عن طريق تطبيقه على ارض الواقع داخل بيئه العمل. طب بالنسبه للتيم ورك، العمل بروح الفريق والالتزام في المواعيد والدقه، هاي الامور كلياتها كيف ممكن صاحب العمل يقدر يقيسها في الشخص اللي قدم له لهالوظيفه؟ هلا الجزء اساسي ومهم انه مش بس صاحب الشركه، الموظف نفسه او الباحث عن عمل ياخذ تدريبات بمهارات الاتصال وكيف التعامل مع انماط الشخصيه، لانه انت ببيئه العمل في عندك الشخص السلبي، في عندك شخص ايجابي، في عندك شخص مرن، شخص غير مرن، شخص بدور لك وين في مشاكل عشان يوقعك فيها. فانا الموظف المثالي هو الموظف اللي عنده قدره انه هو يتعامل مع كافه انماط الشخصيات او كافه انماط الموظفين عشان يكون هو الشخص الناجح او يستمر بوظيفته. هو اصلا كمان بيكون مرتاح لانه بيكون محبوب من جميع اطراف الموجوده بالعمل، لانه ما بدور على المشاكل، لانه فعليا
عمليا مش شخص سلبي، ما 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 بتطلع على الامور السلبيه، ما بتصيد فبدور وين الجوانب الايجابيه صح. بالموقف اللي وقع فيه وعشان يطلع منه بطريقه. يمكن عشان هيك دكتوره بكل عمل احنا بنتقدم له بتكون في فتره تريننج او فتره تدريب، بيكونوا مخبرين الموظف انه انت رح تضل معنا مثلا شهرين ثلاثه، بنشوف كيف شغلك معنا، كيف تعاملك معنا، وعلى اساسه بنقرر انه انت تضل معنا او تضل لا. او لا. هلا بقانون العمل الاردني عندنا 3 أشهر فتره تجريب للموظف، لكن انا مع انه اي شخص باحث عن عمل بالوقت الحالي بازمه كورونا، اي فرصه تدريب باي شركه حتى لو كانت مجانيه او تطوعيه بالزبط. انه فعليا يباشر، لانه انت بحاجه انه انت تطور مهاراتك صح. وهي الفتره سواء كانت اسبوع او اسبوعين فعليا كافيه تحدد طبعا. انت وين ميولك او وين حاجتك، وين بدك تروح، ايش القطاع او المجال اللي ممكن انت تطور فيه من نفسك. بس قديش في بهالفتره بمرحله كورونا، بما انه اليوم عم نتحدث عن هاي المرحله تحديدا، ناس توظفوا في شركات كبيره ومهمه لمده 3 أشهر اللي هي شغله انه يا أما بيضل بيستمر معنا يا اما خلص منهي خدماته قبل انتهاء فتره الثلاث شهور بسبب الظروف الراهنه وبسبب الصعوبات اللي عم بيواجهوها اصحاب الشركات، تم انهاء خدمات كثير اشخاص، لانه في حال ثبت ومروا 3 أشهر وفات بالشهر الرابع هيك بده يلتزم معه بحسب قانون العمل صح. والعمال بانه ما يروح هذا الموظف. فقديش هذا الموضوع كان صعب على كثير من الناس. هلا اذا حسب القطاع، يعني اذا بدك تطلع على القطاعات الصناعيه شغلها يومي، يعني انتاجها على خطوط الانتاج يوميا، فأنا قديش بنتج يوميا بكون قادر أني أدفع رواتب للموظفين. فلما اجت جائحه كورونا اثرت على خطوط الانتاج، اثرت على صح. على الكميات اللي بتصدرها يوميا، فبالتالي كان الحل البديل ان هم يوقفوا عمل او اعطاهم اجازات. لكن اذا بتطلعي مثلا على المجالات الثانيه زي المولات، زي القطاعات الغذائيه، جزء كبير من الشركات حافظت على موظفينها وابقتهم، لكن نسبه كبيره فعليا من الشباب تم ايقاف عملهم. وهذا الشيء اذا انت بدك تدققي فعليا على هاي المعلومات راح تلاقي انه انا الموظف المثالي او الموظف اللي عنده مواهب انا ما بتركه طبعا، ما بروحه، لانه بالنهايه انا شركتي قائمه على هدول الموظفين وبدها تستمر صحيح. فكان في عندنا بعض الشركات عملت اعاده هيكله، عرفت تتاقلم، عملت موقع ويب سايت سريع على الانترنت صح. صارت تبيع منتجاتها عن طريق الانترنت، فصار في تدارك لهي الازمه وعرفت تمشي امورها. في اغلب الموظفين بالتاكيد بالضبط، في اغلب الموظفين يعني عرفوا يراعوا صحيح. حاجه الشركه، وكان ما عندها مشكله انه هي تاخذ جزء من الراتب او تقعد شهر. دكتوره ريم الزعبي، يعني سعدنا جدا بوجودك معنا أكثر. اليوم بكل شيء قدمت لنا يا هبه من معلومات متعلقه ب خلينا نحكي رحله البحث عن العمل لدى صاحب العمل وايضا لدى المتقدم لهذا العمل. شكرا لك. دائما انا شهد بقول للاشخاص اللي مش ملاقيين وظيفه غيروا السي في، حاولوا هيك اكتبوه بطريقه حلوه، غيري الصوره، غيري اطلالتك، اتفائلي دائما، قولي يا رب وخلي املك كبير بربنا، وان شاء الله صبيه او شاب بتلاقوا الشغل اللي انتم بتحلموا فيه. اهم شيء ما توقفوا وما تيأسوا. يعني هي البطاله بصراحه من اهم المشاكل اللي عم بيواجهوها شبابنا في مجتمعنا الفتي او الشبابي في الاردن. يعني بصراحه الله يوفق كل الشباب أكيد. وان شاء الله انا في خريجين من 2016، انا تخرجت 2016 من جامعه اليرموك، لليوم مو عم بيلاقوا فرصه عمل، فقديش هذا الموضوع مؤلم صح. ومزعج لكثير من الشباب. لازم تضلكم تحاولوا ويكون عندكم كل الاصرار والعزيمه لحتى تلاقوا الفرصه اللي تستحقوها. بعدين شهد زي ما حكت دكتوره ريم، احنا بنقدر نطور من حالنا، ناخذ تدريبات، تدريب مهني صح. يعني احنا ما زبط معنا مجال انه احنا نقدم على فرص عمل، نحاول نغير ايش ممكن احنا نبدع بشيء ثاني ونشوف نكون اذكياء بالفتره اللي احنا فيها. كثير شغلات بحاجه لموظفين، نعرف شو صح. الشغله اللي هلا هم بحاجه لموظفين. نعم، رح ننتقل معكم الان لفاصل صغير انا وهبه، وبنرجع لكم من بعده، خليكم معنا.